جدا. الدلو بقى دول اللي زحل بقى له 3 سنين قاعد عندهم، فبقول لهم خلاص افراج يعني ان شاء الله من اول 7 مارس زحل هيخرج، وعندكم سنه مواليد الدلو تعرفوا انه عندهم اصرار من اول السنه حتى ان هم يحققوا احلامهم عاطفيا. الدلو عندهم في الصيف وقت حلو جدا للحب، يعني لو مش مرتبط يعني الشتا ما يعرفوش يحبوا؟ يحبوا برضه ما فيش مشكلة، المشتري ممكن يعمل لهم علاقات حلوة في بس الطاقة العاطفية أحلى من أول 5 6. طيب نروح للحوت.